دواني هيد مركي الدولة دهوسي يا هرجيسا يا عشورة كسورك تي قواردة يري يري يدي قدد وينها اللو يقانا تخانتا أرين تاسي أيا وحاسي عوغلو وعودي وديا شقاديد كاي يقود دوري شرعي أهان تعشور تاسي وحاني أفرع شكور دعوة دو قدبيين قد دا كقرناقا دعوة دها عشورها السومالي لان يدو قد دونا كقبطي دعوة داسي هذا ما انتا يا قد دو تحرا عيسا عبشادا سيها كن شرعيكو سميسي عشورها سيها دولة دوهو سيها هرقيسا ايكو سوروك تي قواري دا يري يريكا هول قلم مقالة دا هرقيسا ايكا شقيا دي قدد وينها ورغضا يسو سارتي قد دو ايا او دقنايت سيداتان قدد دعوة دها عشورها قران كتمولي دا السومالي لان يدو كدو ليس دنتا قود عدالة دا إسلام مركان إيجي سردح دحادو النقوشة دا عشور بحيها عبان إياه يلاقا عوضها إسلام مركان الشرعيا عباشة دا دعوة دا ياشو أي توتين إيسو إلا قفل إيو عشور طوق عبان إيو أي اللقو يري ورقد دا قدد يدو حبرا عيسا قضب كاللب بقول يليح يلابا تناد يلاب بقول يافر يلابا تناد وحي سو سارتي أمركان حكين تكميل غار كاي عشور تدولة دهوسي يهر جيسا إلاقا قادو تغاسي دا دقموين كهر جيسا كهول غلا إلا إن تقوان كسو بحيو عبشدو دا سيدا درادي عيد كستو أمركان كميل غار كاي خوسيو وحي لقو ورقلين إيا إلا إن تقوان كسو بحيو إن لحكيو سي كميل غار عشورها تغاسي دا لقا قادايو laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 12ka bisha 12aad 2022 waxaana warqadan ay soo saartay gudidu ku saxeexna garyaqaan Cali Baasha Maxamed iyo garyaqaan Jaamac Maxamed Odowa oo xubno ka gudida sidoo kale waxa ku saxeexna gudoomiyaha gudida dacwadaha cashuuraha qaranka Soomaaliland Yusuf Biixi Maxamed geesta kale gudoomiyaha gudida ka qarnaqa dacwadaha cashuuraha Soomaaliland oo la hadlay telefishanka Saab ayaa u xaqiijiyay in dawladda hoose ee Hargeysa ay goob joog ahayd fadhigii maanta ay ku hakiyeen cashuuraha dawladda hoose ee Hargeysa ay soo rogtay waxaanu intaasii ku daray in dawladda hoose ee Hargeysa loo balansan yahay maalinimada bariya inay ka soo jawaabto go'aankaasi dawladda hoose ee Hargeysa ayaa hadii ay diido go'aankani oo isku fahmi waayaan gudida ka garnaqa dacwadaha cashuuraha Soomaaliland oo iyaguna si rasmi ah u joojiyaan waxa u furan in rafcaan uga qaataan maxkamadda sare taasi oo go'aan kama dambaysa ka soo saari doonta arintaasi xamse geelle telefishanka Saab Hargeysa.